مرحبا، كيفكم؟ اليوم في عنا مثل ما شايفين اوبيكت 8 ان تيدنينكس ارتيكل بدورة كوشتي 2013. طيب هي حيكون اخر تمرين ب 2013، لانه مثل ما شايفين هون هي الدورة بعام او يعني اكيد بعام 2013، بس الدورة الرابعة. طيب هي الدورة احنا حالينا من قبل، اذا بتفوتوا على القناة قناتنا عرب السويد، بتفوتوا لهون على السبيل ليستور او قوائم التشغيل، بعدين بتروحوا لهون لكوش دي 2013، بتلاقوا التمارين البقيه محلوله. فهذا التمرين اللي على الواجهه هو الاوبجكت الثاني، يعني هو التمرين الثاني. فهذا الاولاني بس نحن اللي مو حالينه، او هذا اللي كان ناقص بهذيك المره لما حلينا فيها، ما كان انا عندي اياه. هذا الاوبجكت 8 اللي كان بعت لي الدوره كان ناقص لي هذا التمرين، فهلا لقيته لهيك حكمله، فبيكون هذا التمرين الاخير بكوش دي 2013. ماشي؟ طيب خلينا نبلش. لاس ارتيكن اوكسفارا بفرو ونابونيس سيدا. اقرا الارتيكل المقال الاخباري هذا وجاوب على الاسئله بالصفحه الثانيه. طبعا الكوش دي اغلبيتهم حاط لكم اياهم هون بالزاويه، فيكم تروحوا تشوفوا الفيديوهات تبع كوش دي من هون عن طريق الزاويه اذا بدكم. انخنيور سام بليف سيكل هاندلر. انخنيونر يعني او انخنيور مهندس الذي اصبح بائع بسكليتات، او يعني شخص بيشتغل بالبسكليتات. سيمون بولوس بولوسا، اعتقد هذا اسم يعني ما بعرف، مو اسم سويدي. المهم سيمون هاد لمن دا يوبت سام انخنيور او بوريا دا سريا سيكلاري ان ليتن لوكال بوسو ديرمان استوكول. سيمون لمن دا يوبت ترك شغله سام انخنيور كمهندس او بوريا دا سريا سيكلار وبدا يبيع بسكليتات بان ليتن لوكال بسودرمان، بمكان صغير بمنطقة سودرمان، وين هي المنطقة موجودة بستوكهولم. إضايو يا مير أوشينا ميدري، اليوم أنا بشتغل كتير وبطلع قليل، يعني بيطلع مصاري قليل. من يا أرميك جلاب داري سيرهان، ولكني أنا أكثر أو سعيد أكثر هو عم يخبرنا وهو عم يحكي. At start a get for retalk انك تبلش شركتك الخاصة أرنت نو جود نيد فور سيمون، هو مو شيء جديد بالنسبة لسيمون أو سايمون هذا. ريدان سم ارتون اورينج من بدايه من بدايه 18 سنه او من لما كان هو 18 سنه بوريا دي هان هيرا اوسول ستولر او باراسول اي هيم لاندد، بلش هو ياجر هيرا اوت يعني يؤجر، بيكون عنده شغله وعم ياجرها. سول ستولر هن كراسي التشمس او الكراسي اللي بيقعدوا عليها عشان التشمس، باراسول هن المظلات اللي بيقعدوا تحتها لما بيتشمسوا، فهي بتجي مثل مظله بس كبيره شوي يمكن. إيهاملاند في بلده الام ماروكو، ماروكو هي المغرب، مثل ما انا حكيت انه معناتها اسمه انه سويدي فهو من المغرب. بيركسام هي تنيك براوك هان هاد سناب فلير انستلدا، العمل او النشاط مشي بشكل منيح او بشكل كويس وهو بلش يكون عنده اكثر من موظف او يوظف اكثر من حدا. يانوم اورن خلال السنين او خلال السنوات هار هام بوت افليرا اولي كالندر، عاش هو بعدة بلدان. اكبروفت فليرا اولي كايركن، وجرب عدة مهام او عدة مهن، يعني اشتغل كتير. فور الفا اورشين من 11 سنة تقريبا، يعني من 11 سنة مضت. فليتا دي هانتي لسفاريا او بوريا دي بلو جاتي الانخنيور، انتقل هو للسويد وبلش يدرس لحتى يصير مهندس. صوص مونينغوم فيك هان يوبو ات ستو تيل فور تيلي فور تاغ، يعني شوي شوي حصل هو على شغل بشركه كبيره للاتصال عن بعد او الاتصال السلكي واللاسلكي خلينا نقول. من افتر نوغوت اور، ولكن بعد افتر نوغرا اور مثل ما شايفين الدقه مو واضحه بصراحه، فانا في كلمات عم بحزرها. ولكن بعد عده سنين بوريا دي هان تروتنا، بلش هو يتعب او بلش هو يصير مجهد من هذا الشغل. يا شندي اتليفت باربي جرين سات اوكيا فيلين تيورا صم صاكس هيلا تيدن سير سيمون، انا حسيت انه الحياه محدوده او محدده يعني هيك كثير ضيقه، وانا بدي ما بدي اعمل نفس الشيء طول الوقت، يعني هو ما بده يكون هيك بحياه محدوده او روتينيه خلينا نقول. إذن ام اوم ات بوريا سيليا سيكلر فيك هانر هان ضاب بيسوك اي هولاند او هولاند، الفكرة انه هو يبلش يبيع بسكليتات حصل عليها واجته لما هو كان بزيارة بهولندا. دو دار سوغهان ان ميك سنيك اوك براكتيس سيكل سمهم فيل تامي هيمتي سفريا، هناك شاهد هو بسكليتات عملية وجميلة، يعني بسكليتات كتير عملية وجميلة، هو كان بده يجيبها معه الى السويد او يعني يجيب هالبسكليتين معه الى وطن الام السويد، بما انه قال تامد هيم يعني يجيبها الى المنزل للسويد.
يا بي هوف ده ان سيك كلسم يا كون ده خص هون هاي فيها تقول هون خصة او خصة يعني توصل مين اتفو بان بو. انا كان بدي بسكليت اني اقدر اوصل اطفالي الاثنين فيها هارمان ان براسيكل بيهوفر ما انت او كابوس. اذا الواحد عنده بسكليت منيحة ما بيحتاج الواحد انه ياخذ الباص. اوكي اتنك تقد الساكرتس كل في الناس فلير سمشن نسو سيها. وانا متاكد او انا فكرت انه على الاكيد انه حيكون في كتير بحسوا نفسي او مثلي يعني هو هيك برايه وهو هيك عم يقول. سيمون ستارتد ست فور ريتاغ شوغي نيه هو بلش شركته بعام 2009 ينم ات امبورتيرا سيك سيكلر فروم هولاند عن طريق انه يستورد 6 بسكليتات من هولندا. سمهان بوريا دي سيليا ان لوكال بوسودرمان اللي هو بلش يبيعها بمكان أو لوكال هو مكان او موقع خلينا نقول بسودرمان منطقه سودرمان. انترست سيت فور سيكلر انا بليف ستود اوكسيمون فيكس نوت هيم تا هيم فلير سيكلر. الاهتمام بالبسكليتات عم يزيد او صار اكبر وسيمون يعني صار يجيب اكثر بسكليتات على بيته او على وطنه يعني صار يستورد بسكليتات اكثر بهالمعنى. يترور ات ذا بيرور بو ات سيكلنا ار ان لوندا. انا بعتقد انه هذا بيعتمد انه البسكليتات كانت مختلفه. مونغا بيل ها ان سيكل سم انين ان نهار الكل بده بسكليته ما حدا عنده منا. نارمان بيستلا ان سيكل فومان اوكسو فارا مي او بيستم ماهور فيسا دي لارس كاسي اوت. لما الواحد بيوصي على بسكليته او بيشتري بسكليته هو كمان فينه يكون معنا ويقرر انه كيف بعض الاجزاء ممكن تبدو او ممكن يكون شكلها. سير هان اوك فور شتر عم يقول هو سيمون هذا الحكي وعم يكمل. فرجينا شو عم يكمل. طبعا هي شكل البسكليته اللي هو عم يبيعها مثل ما شايفين هون فين يقعد فيها ولدين وهو هون بيسوق. هو عم يكمل ويقول سيكلنا ار ديس توم اوف ميكي براغ فيل كواليتيت. البسكليتات هي بالاضافه انه مصنوعه من جوده جيده. اوكا ان فين سبودت ات خود صابان او ات فراكتا ساكر وممكن الواحد يستخدمها لانه يوصل خود او خصه بان انه يوصل اطفاله وانه ينقل البضائع او ينقل اشياء. فراكتا يعني ينقل او يشحن. فوري تاجت هارنو وتفيكلتس ودي ار فليرا افارر سم سيلير سيمون سيكلر. الشركه الان اتطورت وفي كثير من المحلات اللي عم تبيع بسكليتات سايمون او سيمون. شلف اوكر سيمون اوفتا نيرتل سيكل فابريكن سم ليجر اي تركيت. بنفسه سيمون بيروح على مصنع البسكليتات اللي موجود بتركيا فرات فارا مي او بيستم مهور نيا سيكلر او سيكل موديل لارس كاسيود لحتى هو يكون معهم ويقرر كيف اشكال البسكليتات او موديلات البسكليتات لازم تبدو او يعني يكون شكلها. سنارت اوك سنارت سكان فليتا تلنيا ستورا لوكالر استوكهولم قريبا هو حينتقل لاماكن اكبر بستوكهولم. دوكو ميا اوكسو ات بيهوفا ان ستيلا نوغرا ميد اربيتري سيرهان وانا كمان يعني اذا رح يكون بحاجه اني اوظف ناس يشتغلوا معي او يعني عمال معي. هيك هو عم يخبرنا وهيك هو عم يحكي. نار سيمون براتا لير هان ستور لما سيمون بيحكي هذا الحكي هو بيضحك يعني بشكل كتير او ضحكته مثل ما بيقولوا عريضه. دي ماركس اتهان اليسكر سيتيوم من الواضح او يبدو انه هو بيحب شغله كثير. هانس تيبس تيل اندرا سم فيل ستارت ايجت ار ات انت تفيكا نصيحته هو للاخرين اللي بده يبلشوا شيء خاص فيهم انه ما يترددوا. تفيكا يعني يتردد. اوتن ساتسا بودي مانتيكا اون ولكن الواحد يبذل جهد اكثر او انه يضع جهده بالشغلات اللي بيحبها. دي فيكتيغاس تي ار انت اتليكاس اهم شيء مو انه الواحد ينجح او انه يعني الشغله تنجح معه. سيرهان عم يقول هو داري موت بالمقابل ار دي فيكتيكت ات يورا نوغو سمانتيكا ار روليت من المهم انه الواحد يعمل شغله يكون هو مبسوط وهو عم يعملها. يوم ان دي بلي مانج لادري اذا الواحد عمل هذا الشيء انه شغله بيحبها فبيكون الواحد مبسوط اكثر او سعيد اكثر. اوكتار ما انت خانسن كومرمان ات اونغراسي واذا الواحد ما اخذ الفرصه او ما استغل الفرصه الواحد حيندم اونغرس يندم او يتندم. هاي المصدر شيلا دي ان دوغمنتس نيهيتر هاي المجله 2013 شهر 2 بيوم الخامس. هون كارولينا انجلوند هي الكاتبه المقال هذا اللي عامله معه المقال وتكسن ار بي ار بيتات النص معدل او مشتغلين عليه يعني قايمين منه جمل ومظبطين فيه. طيب هيك بنكون خلصنا النص خلينا نروح للاسئله. طيب مثل ما شايفين الاسئله مو كثير واضحه، هحاول اقراها ونحلها.
سيمون هاريوت مونغا ساكر اسيت ليف سكريب سيفرونا ات فام ادن اوردنينغ هان هاريوت فوليان دي ساكر بوريا مي ات فور دي هان يور دي فرست. طيب سيمون او سايمون هذا عامل كثير شغلات بحياته، اكتب من واحد لخمسه بالترتيب الشغلات اللي هو عملها، الشغلات التاليه يعني كيف هو عملها بحياته. بلش بواحد برقم واحد بالشغل اللي عمله اول شيء بحياته. فليتا تسفاريا انتقل للسويد، ساليا سيكلر يبيع بسكليتات، يوب باربوتيلي فور ايتاج يشتغل بشركه اتصال سلكيه او لاسلكيه، هير اود سول ستولر ياجر كراسي شمسيه، وتبيلدا سيتي الانخنيور يعلم نفسه او يدرس لحتى يصير مهندس. طيب اول شيء نحن اتفقنا انه هو كان ببلده عم ياجر كراسي شمسيه او ياجر مظلات، فمعناتها لازم يكون هير اود سول ستولر هي واحد هون. كان ببلده بالهيملاندت عم ياجر الكراسي، فواحد هي هون. بعدين هو خطر له انه يجي على السويد، او بعدين هو اجى على السويد، فمعناتها فليتا تيز فاريا اثنين لما اجى هو على السويد. لما اجى على السويد درس شو فورا؟ درس انخنيور، لانه لما اجى على السويد درس لحتى يصير مهندس، فمعناتها ثلاثه وتبيلدر سايت الانخنيور ثلاثه هو درس لحتى يصير مهندس. لما درس لحتى يصير مهندس بعدين لما تخرج من الهندسه اشتغل بالشركه، فيوبر بوتيلي فوريتاك هي اربعه لانه اشتغل بالشركه بعد ما صار مهندس، بعدين ما عجبته الشركه فترك الشركه وراح يبيع بسكليتات، فسيلير سيكلر او يبيع دراجات، فهي كانت خمسه. معناتها بالترتيب بيصير واحد هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اللي بعده ويلكم مينينغ صمم فتر تكستين بس أي جملة بتلخص النص بشكل أفضل. سيمون لار أندرا أت ستارت فور ريتاغ سيمون عم يعلم الآخرين يبلشوا شركتهم الخاصة أو يبلشوا شركة بشكل عام. سيمون أوكر أوف تركية سيمون عم يسافر كتير لتركيا، ولا سيمون موبرا أف أت سيليا سيكلر سيمون عم يشعر بشكل جيد لانه عم يبيع البسكليتات، فالجواب الاخير هو جواب صح، النص كله عن البسكليتات حتى الصوره عن البسكليتات، فكلمه سيكلر هي مفتاح الحل هون، فهي مفتاح الحل، فالجواب الاخير هو اللي صح. اللي بعده فار فور بوريا دي سيمون سيليا سيكلر ليش بلش سيمون يبيع البسكليتات؟ هان فار برابو ات لاغا سيكلر هو كان جيد بتصليح البسكليتات، هان بي هوف دي ات اربيتا او ات اربيتا هو كان بحاجه لعمل، هان فيل بروفا نو جوت نيت هو كان لازم او حابب يجرب بده يجرب شيء جديد. هلا هو ما كان بحاجه لعمل لانه كان عنده عمل بشركه، هو ما كان بيعرف يصلح بسكليتات لانه هذا الشيء ما جابه سيرته بالنص، فهو كان بده يجرب شيء جديد، فالجواب الاخير هو الجواب الصحيح. والدليل على هذا الحكي انه هو قال انه ما كان يحب شغله لانه شغله محدد او محدود. ليك ياشن دي اتليفت باربي كرينسات حس لما كان عم يشتغل بالشركه انه الحياه محدوده. اوكي فيل انت يورا سما صاك هلتيد انا ما بدي اجرب شيء نفسه طول الوقت او اني اعمل شيء نفسه طول الوقت، بده يعمل شيء جديد، فنو جوت نيت هي مفتاح الحل هون. اللي بعده وارفر تو سيمون ات مونغا فيل شوبا هانس سيكلر ليش اعتقد سيمون انه كثير بدهم يشتروا بسكليتات او انه يعني كثير حيرضوا يشتروا البسكليتات. دوم ار او فان ليجا هن اشكالهم غريبه او غير معتاده، دوم ار بيل ليجا البسكليتات رخيصه، دوم ار سنابا البسكليتات سريعه، ما جابوا سيره سنابا ولا بيل ليجا، جابوا سيره او فان ليجا غريبين لانه هن حكوا انه كلمه انور لوندا. ليجا سيكلنا ار انور لوندا اشكالهم كانت مختلفة او غريبة، فمعناتها اوفال ليجا هي مرادف لانور لوندا، فهي هي لازم الواحد يعرف شو معناتها لحتى يعرف انه هي هي الحل الصحيح. فارتيل فيركاس دوم سيكلر سم سيمون سايانو وين بتتصنع البسكليتات اللي سيمون عم يبيعها حاليا؟ هلا بهولند، بهولندا هو جاب اول مرة من هولندا، بتركيا هي بتتصنع وكان يبيعها بالسويد، معناتها تركيا هو الجواب الصحيح. والحل لكم من هون ليكا ليجي تركية سيكل فابريكن معمل البسكليتات كان بتركية. فاسيا سيمون اوم سيت نيا يوب شو عم يقول سيمون عن عمله الجديد؟ ها عشان مير بين جرانتي ديجري هو عم يحصل على مال اكثر من قبل؟ لا، لانه اول شيء فرجونا انه هو عم يقول شن ميندري ليكا شنر ميندري عم يحصل على مصاري اقل، معناتها اول خيار خطا. هان بيستمر شيلف اوفر سين اربت ستيد هو بيقرر نفسه عن اوقات عمله، كمان ما جابوا سيره الاربت ستيد ابدا. هان تريفس باتري انتي ديجاري هو مبسوط او هو منسجم اكثر من السابق، فهي صحيحه لانه اخر شيء حكونا انه هو كان عم يضحك ومبتسم. ليك نارسي مبراتا لير هان ستورت دي ماركس ات هان السكر سيتيو انه هو كان بيحب عمله، فلما كان عم يحكي عن عمله كان عم يضحك بشكل كبير او عم يبتسم. فيلك ترو دير سيمون تل الله سم فيل ستارت ايجت
شو النصيحة اللي بيعطيها سيمون للكل اللي بدهم يبلشوا شيء خاص فيهم أو يبلشوا شركتهم الخاصة؟ فوغا ترو بدين إيديا إنه الواحد يتجرأ يآمن بفكرته تا إني إيكونوميس كريسكر، ما تاخذ مخاطر اقتصادية أو مخاطر مادية، وتبيل ده سي فورشت إنك تتعلم أول شيء، ما جاب سيرة التعليم أبدا ولا جاب سيرة المخاطر المادية. كان هو عم يحكي إنه الواحد لازم يؤمن بفكرته، ترو بدين إيديا، تؤمن بالفكرة. أعتقد هون كانت صرت هيك. انت تفيك لا تتردد او تنصصص بودي مانتيك اوم، صتص بودي مانتيك اوم، يعني الواحد يا يحط مجهود بشغلات اللي هو بيحبها، او انت تفيك كمان انه لا تتردد. فهدول كانوا مفتاح للحل، لحتى نعرف انه الخيار الاول انه الواحد يآمن بفكرته هو الخيار الصحيح. هيك بكون في عندنا خيار 2 3 4 5 6، هون في عندنا علامة 2 3 4 5، يعني في عندنا 5 علامات هون وست اختيارات، يعني هذا السؤال عليه لا يقل عن 10 علامات او يعني بالأقلية 8 علامات. فهيك نوع من الأسئلة كتير مهم، كتير عليه علامات، اللي ما بيعرف يحله بيضيع كتير عليه، وممكن هذا النص لحاله يرسب بالامتحان. فانتبهوا كتير، هيك النوع من النصوص الواحد لازم يشتغل عليها منيح بالامتحان. أعتقد ممكن يكون على هذا النص 20 دقيقة، يعني إذا بحكم إنه الامتحان كله 60 أو 70 دقيقة، فإذا الواحد حط 20 ل 15، من 15 ل 20 دقيقة على هذا النص وجاب فيه علامة كاملة أو شبه كاملة، يعني حل كل شيء صح أو إذا واحدة غلط، بيكون يعني أمن نسبة كبيرة من النجاح. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بعرف كان شوي صعب ما سهل، الواحد لازم ينتبه على تفاصيل صغيرة، يعرف كلمات كثيرة، ولكن حاولنا نبسطه بقدر الإمكان، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. بشوفكم في فيديو جاي مفيد عم تدرسوه، وسلامات.